وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بخطة تنفيذ برنامج الطروحات، وهو البرنامج الذي يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجرحي ووزير المالية ونائبيه لاستعراض ملامح الموازنة العامة للعام المالي المقبل. خطط استراتيجية تتبناها الدولة لإعادة بناء هيكلها الاقتصادي في مسيرة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها مصر منذ 4 سنوات لمعالجة سنوات من غياب الرؤية الاقتصادية التي عاشتها مصر طويلا. وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي من حيث التشريعات والقوانين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة. السيسي أكد على ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية أن تراعي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية. كما أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبيه ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة، وخاصة العجز الأولي والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي. بدوره عرض وزير المالية الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في الاحتياط من النقد الأجنبي. وأكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبوا تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017-2018. الخطط الاقتصادية التي اتخذتها مصر منذ 4 سنوات تؤتي ثمارها الآن، وإن بلغت آثارها في البداية حدا اشتكى منه البعض، إلا أن الدواء المر ليس موضع اختيار إذا أردنا العلاج.